زي ما قلت لكم، بمكون واحد اللي هو الجلاش، ثلاث وصفات. عاملين اصابع الجلاش بالبيتزا، وينفع بقى في الويك اند كده، تجمع الصحاب في ديش بارتي خديها، تنفع في الشغل. دكتور هبه عماله تقول لي ما ينفعش نقطع منها دلوقتي ونبعت نجيب شاي. بالظبط، شاي حلوه كده يا جماعه، ما دام اكله العيله بقى وقاعدين كلنا مع بعض وهنتبسط وهنتكلم وهنطبخ. امال شويه شاي صغيرين بقى يا جماعه، اعملوا انتوا كوبايه شاي واحنا علينا اصابع البيتزا اهي معاكم على الشاشه. بص شكلها عامله زي البوريك الجبنه، كانها كده ايه، هي معجنات فطاير كده لذيذه جدا. تعالوا اقول لكم مقاديرها. انا في اصلا جلاش في الفرن خايفه يتحرق، هقول لكم دلوقتي ايه. احنا عاملين اصابع جلاش بالبيتزا، وعاملين جلاش حلو بالقشطه الكدابه، وعاملين ام علي ببواقي الجلاش اللي اتفتفت واتقطع مننا، فبنحمصه في الفرن وبنحطه مع شويه لبن ومكسرات. تعالوا اوريكم الاول، معلش عشان ما يتهريش مني او يتحرق، الجلاش اللي اوريدي جاهز معانا. بصوا لونه اهو، احنا بادئين الحلقه من الاخر الاول. بصوا لونه ذهبي ازاي ويجنن، تحفه كده. فاضل له شويه ولا ايه؟ لازم هو سخن يتحط عليه شربات بارد. يعني كده خلاص استوى؟ انت ممكن بقى تحطي الشربات. تعالي بقى يا سكر شربطات، انت يا هبه يا جميله انت. انت كملي المقادير. احطي بقى الشربات عقبال ما انا البس الجلافز واقول المقادير. بس احنا هنخلي الشربات خفيف، يعني مش هنحط كتير برضو. ماشي، عشان هي بص برضو الفتنس الدكتورة فيها يعني يا جماعة، مش قادره ضميرها مش مريحه انها تحط سكر كتير. احنا طبعا هنعرف منها معلومات كتيره واحنا بنتكلم واحنا بنطبخ، فتابعوا معانا الحلقه. الله الله على اللون الذهبي. انتي سامعه الصوت؟ ايوه. هيسمعوا يا جماعه معانا الصوت كده، صوت التش ده. ده صوت شهي جدا، وهو ده الصوت المطلوب على فكره عشان تطلع مقرمشه ولذيذه. ولو عايزينها طريه هنغطي، لو عايزينها تفضل كريسبي، اصل في ناس بتحب الجلاش طري، في ناس بتحبه. انا بحبه كريسبي عشان كده ما غرقتوش بجد. يا شوف ذكيه برضه، عشان انا اللي هاكل. هتاكلي ايه ولا ايه؟ دي بتحب الاكل يا جماعه، ما تشوفهاش قبل الهوا وبعد الهوا. لسه بقى هنتكلم. هقول لك انا ليه الفتره دي بحب الاكل، عشان الناس برضو تبقى عارفه. في قصه ورا الموضوع ده. طب خلينا نسمعه مع بعض واحنا بنطبخ. هنعمل دلوقتي هنبتدي باصابع الجلاش البيتزا اللي انتوا شفتوها دي، ازاي نطلعها، وبعدين نرغي بقى مع دكتور هبه ايه حكايه الجوع اللي عندها اليومين دول. اصابع جلاش بالبيتزا، بنحتاج لفه جلاش تمام، وهنحتاج كوبايه جبنه موتزاريلا، وزي ما قلت لك بقى بواقي التلاجه هتقدري تجمعيها في الوصفه دي. ومعانا زيتون اسود مخلي اهو، ومعانا كمان لو في بسطرمه ماشي عندك، شويه فلفل، يعني زي ما قلت لك بواقي التلاجه. حطي طماطم، فلفل رومي، جبنه رومي، وهنا بقى التكه ان انا حاطه حبه البركه والسمسم. هنجيب صينيه هندهنها ونبتدي نشتغل مع بعض، وانتوا بقى شايفيني على الشاشه وانا بشتغل. هنرغي مع دكتوره هبه حسام الجميله ايه حكايه الايام دي، ازاي بتاكلي ايه يا جماعه؟ يا جماعه انا بجد الناس دي بقول ما شاء الله، الناس اللي بتاكل وما بيبانش عليها في سر، اكيد في سر اسمهم لاكي بيرسون ولا ما اعرفش بيبقى اسمهم ايه، وكمان بيبقى في سر في المعلومات اللي بيقولوها لنا والكورسات الجميله هنسمع منها اكيد النهارده. لكن قولي لي حاجه مهمه قوي، انت عارفه وقفه المطبخ دي بيطلع فيها كميه اسرار عامله ازاي مع الصحاب ومع الاهل؟ الوقفه اللي احنا واقفينها دي. طب ربنا يستر بقى، ما تنسيش ان احنا على الهوا. لا على الهوا، يعني الناس كلها بقى معانا، هنتفضح كلنا. فاحنا دي وقفه الاعترافات، احميني من نفسي يا رب. لا بجد قولي لي، انت بتقولي انك بتحبي الاكل واليومين دول تحديدا الموضوع زايد معاكي، ليه بقى؟ ليه؟ هقول لك، اليومين دول انا عندي حاجه يا جماعه برضو عندنا كلنا دلوقتي او عند البنات معظمنا، حاجه اسمها الجوع العاطفي، او اللي هو انا باكل حتى لو انا مش جعانه. فانا اليومين دول فعلا انا باكل عشان بس الحاله النفسيه، اللي هو انا مش عاوزه افكر، مش عاوزه اركز في حاجات كتير في دماغي، في قلق، في توتر، فبدأ في مرحله الجوع العاطفي. طب هل ده صح؟ لا طبعا تماما مش صح، وده بيخليني رايحه لشره السكريات ولشره الطعام، اللي هو معظمنا بيبقى عاوز ياكل بس هو لسه قايم من على الاكل شبعان، عارفه لو انا قمت وخلصت اكل بس انا هاكل تاني. طب استني بس، انا عايزه اسالك حاجه، هو اصلا هو ده بيحصل للبنات بس؟ يعني عمر ما فيش